مكان أنيس بالمرتبة الأولى الأسبوع الماضي، انطلق مع صديقه محمد عباس على شرم الشيخ للاستمتاع بعطلة مميزة برعاية تويوتا إيجيبت. وصلوا على شرم الشيخ، وجهة السفر المثالية ومقصد السواح من كافة أقطار العالم. شرم الشيخ استقبلت ستار أكاديمي، ومثل ما بتكرم ضيوفها أفضل تكريم، كان لستار أكاديمي وقفة تضامن من القلب لأحلى وأغلى أرض. الشباب ما ضيعوا ولا لحظة قبل ما يبتدوا مغامرتهم بأرض الأحلام. هون رح ينسوا الأكاديمية والدروس ليومين، يستفيدوا من أشعة الشمس وجمال طقس شرم الشيخ. البحر الأحمر بيتميز بطبيعة استثنائية، كرمال هيك انطلقوا أنيس وعباس برحلة بحرية واكتشفوا شو مخبى هالبحر من أسرار. انسحروا بالطبيعة الخلابة بالأسماك اللي كانت عم تسبح على بعد أمتار قليلة منهم. بعدها كان لابد من الاستمتاع بالألعاب المائية العديدة. رجعوا صغار، ضحكوا وتسلوا واستغلوا كل ثانية عم يعيشوها بشرم الشيخ. باراسيلينج حصة كمان، فطاروا وعلوا واستمتعوا بمنظر هالمنطقة الخيالي من البحر. وشاهدوا غياب الشمس الساحر وراء الجبال الصحراوية. بداية سهرتهم عرف عباس أنيس على سوق شرم القديم. جولوا بشوارع السوق وتنقلوا من محل لمحل. السواح بيقصدوا شرم الشيخ للتلذذ بأشهى المأكولات البحرية، فكان عشا عباس وأنيس وليمة من الأسماك والمأكولات البحرية المتنوعة والشهية. شرم الشيخ تحضرت لاستقبال موسم الأعياد وتزينت شوارعها بزينة العيد، فاتمشوا بشارع سوهو ليتمتعوا بهالإنارة والأجواء الجميلة. وشاهدوا عرض مميز لسينجينج فاونتين بهالمنطقة. شرم الشيخ فيك تستمتع بالعديد من النشاطات البحرية، لكن أيضاً مغامرات برية عديدة. انطلقوا أنيس وعباس برحلة سفاري ليكتشفوا جمال صحراء سيناء. عاشوا مغامرة مميزة وتمتعوا بمناظر خاطفة لهالطبيعة الاستثنائية. وما في أجمل من مشاهدة غروب الشمس بالصحراء.
بالليل زار محمد عباس وأنيس سوق خليج نعمة وعاشوا الأجواء المصرية على الأصول. لنهاية هالرحلة كان لابد من السهر وعايش جو السهرات الجميلة بشرم الشيخ. بكل محطة عاشوا أنيس وعباس لحظات رائعة واختبروا حب الفانز للبرنامج ولألن اللي لحقوهن والتقوا فيهن وشجعوهن بالعديد من المحطات. سفرة شرم الشيخ أرض الأحلام انتهت ورح تبقى ذكرى للحظات صداقة ما بتنتسى. شراكة عباس ببلده مع صديقه الجديد اللي حلم بزيارة مصر وحلمه صار حقيقة بستار أكاديمي. شرم الشيخ is wonderful.